سيناريات من نهج البلاغة. حفظ اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الأبرار. السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إياكم وتهزيع الأخلاق وتصريفها، واجعلوا اللسان واحدا، وليخزن الرجل لسانه، فإن هذا اللسان جموح بصاحبه، والله ما أرى عبدا يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه. مستمعينا الأعزاء، في كلماته البليغة النورانية هذا ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أهمية الأخلاق واللسان في حياة الفرد والمجتمع، كما هو واضح. وتهزيع الشيء أي تكسيره وتفريقه، والمراد التدرج بالانحطاط الخلقي، وتصريفها أي نقلها من حال إلى حال، وعدم ثبات صاحبها على حالة واحدة. واجعلوا اللسان واحدا أي على وتيرة واحدة من الصدق وقول الحق. وليخزن الرجل لسانه أي يحفظه من القول بغير الحق ويقلل من كلامه. وجمح الفرس جمحا أي عصى أمر صاحبه حتى غلبه، والمراد النهي عن كثرة الكلام، لأنه يؤدي بالإنسان إلى الهلاك. فكم من كلمة جلبت لقائلها قتلا وعذابا. والتقوى كما يرى الإمام عليه السلام مقرونة بحفظ اللسان. ونبقى أيها الأحبة مع كلام أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يوضح لنا أهمية اللسان، حيث يقول: وإن لسان المؤمن من وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسانه. لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه، فإن كان خيرا أبداه، وإن كان شرا واراه. وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه، لا يدري ماذا له وماذا عليه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فمن استطاع منكم أن يلقى الله وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأموالهم، سليم اللسان من أعراضهم، فليفعل. مستمعينا الأفاضل، معنا الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكره الإمام عليه السلام، إن الإيمان هو التصديق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله تعالى، ومحل ذلك القلب، فهو مستودع العقائد.
واستقامته أي ثباته على العقيدة الصحيحة، وإن استقامة اللسان وعدم الخوض فيما لا يعنيه يرسخ هذه العقيدة ويدعمها. وأما عبارة نقي الراحة فالنقي الخالص والراحة الكف، والمراد يجب على المسلم أن يجد ويجتهد في السلامة من دماء المسلمين وأموالهم والنيل من كرامتهم. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين. وفي الختام أيها الأحبة نشكركم على حسن متابعتي وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.